اسرع طريقة لعلاج شيب الشعر بملعقة حنة واحدة تخلصي من الشيب في ثواني حتى لو شعرك كله أبيض. من علامات تقدم العمر التي تظهر على الكثير من السيدات أو الرجال هو بداية ظهور شيب الشعر، وهذا قد يؤدي إلى الانزعاج الشديد، وفي الغالب يكون الكثير مضطر إلى استخدام الصبغات لإخفاء هذا الشيب، ولكن قد تؤثر الصبغات بشكل سلبي على الشعر، وسوف نتعرف من خلال تلك السطور على وصفات طبيعية يمكن من خلالها التخلص من شيب الشعر بشكل آمن وبدون أي أضرار على الشعر. استخدام الحناء للتخلص من شيب الشعر. يمكن استخدام بعض المواد الطبيعية كالحناء مثلا للقضاء على شيب الشعر بشكل أمن على الشعر وبطريقة سهلة ولا تحتاج إلى تكاليف عالية أو مجهود، ومن أهم الطرق المستخدمة هي خلطة الحناء مع القهوة للتخلص من شيب الشعر. المكونات: كوب ونصف من الحناء الطبيعية، ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة، كوب من الماء، قفازات. طريقة التحضير والتطبيق: تعد وصفة الحنة والقهوة الطبيعية من الوصفات الفعالة في القضاء على شيب الشعر المبكر. بمجرد وضع الخليط على شعرك سيختفي الشعر الأبيض تماما، حيث أن الحنة تعطي فوائد عديدة للشعر، تغذي فروة الرأس وتمنع التساقط وتعزز من نموه. قومي بإضافة ملعقة القهوة إلى الماء ثم ارفعي الإناء على النار حتى تغلي القهوة. قومي بإضافة القهوة على الحناء بالتدريج مع العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة. اتركيها حتى تختمر لمدة 4 ساعات. ابدأي بعد ذلك في توزيعها على أماكن الشيب أو الشعر كله وهو الأفضل. اتركي الحناء على الشعر حتى تجف تماما. اغسلي شعرك جيدا بعد ذلك بالماء فقط. إذا وجدت الشعر أبيض ما بقى يمكن إعادة الخلطة مرة أخرى على هذه الأماكن فقط، وسوف تلاحظين أن شيب الشعر قد اختفى تماما.